سعادة وقتكم متابعين الأعزاء أينما كنتم أينما تواجدتم. حفرجيكم اليوم الزيت الطبيعي للسمسم، الزيت الطبيعي للسمسم تمام، كيف بستخرج الزيت، ومن ثم بعد كده حفرجيكم فيديوهات أخرى كيف له فوائده العظيمة للسمسم، بس حاليا حفرجيكم كيف استخراج الزيت تمام. فوائد له جملة للسمسم، فوائد عظيمة أيضا، احكي عن الفيديو هذا بس كيف استخرج الزيت. هذا السمسم اللي محمر محمص يعني، استخراج الزيت تبعه كثير رائع جدا للشعر والبشرة، هذه كلها دهون بتغذي الشعيرات الدموية تاعت بصيلة الشعر، والشعر بتنمو بشكل طبيعي. كثير اللي بستخدمه للشعر بصراحة، وأيضا بيرطب لنا الإيدين، إضافة إنه فوائد تانية هحكيها إن شاء الله فيديو خاص للسمسم. شايفين كيف ما شاء الله الزيت بستخرجه وبيطلع بتطلع البودرة تبعته، البودرة بتطلع هذا بتطلع البودرة، شايفين كيف بتستخرجها، هذا بحطها للشعر هذا الزيت كتير طبيعي يا جماعة الخير ومفيد جدا جدا، شايفين كيف استخدمه واستخرجناه، بعبيه بأزايز إضافة لزيوت أخرى طبعا غير السمسم، بحط نضيف زيوت تانية. سبحانك يا رب، سبحان الله الزيت بيطلع من السمسم بشكل جيد وكفاءة عالية. شخص يحب يتواصل معي اتصل على الرقمين حنزله في الفيديو 0597043398، او ارسال رساله على الفيسبوك اللي هي دي لايتر كامل. المعلومات كلها حنزلها في فيديو خاص عن السمسم وعن الفستق وعن اللوز المر وغيره. كيف بكون عجناكم كيف استخراج سبحانك ربي، خلقتنا لنعلم وعلمتنا ما لم نعلم، وتحياتي للجميع، ألقاكم فيديو مفصل عن السمسم.